العالمين. أما وحيد بالي فرجل حزبي محترق ثوري إخواني يساعد الإخوان ويقف معها ويثني عليهم. يعني أحد الإخوة بيقول أنت سمعت رد الشيخ هشام على حضرتك؟ قلت له آه سمعت رد الشيخ هشام، وهو رد مؤدب وعلمي ورد جيد وكذا. قال لي ما سمعت يقول بأنك جاهل؟ قلت له طب ما قال حقيقة، ما أنا جاهل برضه. هو الرجل حقيقة، يعني ما دام الرجل لم يجانب الحقيقة خلاص، ما عندي مسائل أجهلها كثيرة جدا. لكن الرجل كان يبحث بحثا علميا، صحيح في مسائل خارج المحل البحث ذكرها، وفي مسائل يبدو أنه كان بيناقش مسألة تانية خالص، كأن الأخ اللي فرغ له يعني سقط منه بعض الكلمات وكذا. لكن الرجل جزاه الله خيرا، أنا أحبه وأبجله، وهو رجل له جهود مشكورة وطيبة في مجال الدعوة، إن كنت أختلف معه في مثل هذه المسائل وغيرها. لكن أنا لا أحب أن أرد، وأنا يعني أرسلت لفضل الشيخ هشام حفظه الله، أرسلت له مع إخواننا أن نجلس سويا ونجلس مع بعض بعيدا عن الناس ونتناقش، لعل يكون معه الحق وأنا لم أفهمه فيفهمني الحق، لعل الله عز وجل يهدينا على يديه، أو تكون مسألة غائبة عن فضل الشيخ هشام فأنبهه إليها أو نحو ذلك. وأظن أنه إن شاء الله سيستجيب ونجلس في المكان الذي يريد. وحتى قلت له حينما أرسلت، قلت له وإذا جلسنا نسجل اللقاء كاملا حتى لا يخرج أحد يفتري على الشيخ هشام ويقول الشيخ هشام فعل أو قال أو كذا، يكون اللقاء مسجلا. ولم يأتينا الرد حتى الآن، وأظن إن شاء الله أن فضل الشيخ هشام حفظه الله سيستجيب ويأتي ونجلس سويا، أو يحدد المكان وأنا أذهب إليه ونجلس سويا نتناقش في مثل هذه المسائل. وأسأل الله أن يؤلف القلوب ويجمع الشمل ويوحد الكلمة.